فرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد لأجل صلاة العيد. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد لأجل صلاة العيد. فرأى الصبيان يلعبون ووجد صبيا واقفا يبكي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما يبكيك أيها الصبي؟ فقال له الصبي وهو لم يعرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم دعاني أيها الرجل. فإن أبي مات في أحد الغزوات مع رسول الله، وأمي تزوجت بغير أبي، فأخذ داري وأكل مالي، فصرت كما تراني عاريا جائعا حزينا ذليلا. فلما أتى يوم العيد رأيت الصبيان فتجدد حزني فبكي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما وعائشة أما وفاطمة أختا وعلي عما والحسن والحسين إخوتان؟ فقال له الصبي أكيف لا أرضى يا رسول الله؟ فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وتوجه به إلى داره، فأطعمه وألبسه لباس العيد،
خرج الصبي يلعب مع الصبيان، فقال له الصبيان: كنت واقفا بيننا الآن تبكي، وما يضحكك الآن؟ فقال لهم: كنت جائعا فشبعت، وكنت عاريا فكسيت، وكنت بغير آب، فأصبح رسول والحسن والحسين.